السلام عليكم مشاهدي الكرام، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم واللي غادي يكون الموضوع ديالها خبز بالقمح الكامل خاص بالهامبورغر. اون فات ماشي غير بلي هامبورغر، ممكن نحطرو به حتى دي ساندويش، ممكن نحطوه هكا في طبله الفطور او لا ديال الكوتي. خبز غزال مويلو خفيف ورطب، تيجي هائل في المذاق ديالو ومثالي بالنسبه لهاد لا بيريود هادي، خصوصا ان جميع الوليدات دابا ولاو تيتغداو في المدرسه، فتيبقاو لي ساندويش هما اسهل حاجه ممكن نقدموهم ليهم. فخليكم معايا حتى الاخر ديال لا فيديو باش نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير ديال هاد الخبيزات. الخبز ديال البرجر غادي نحتاجو 400 غرام ديال لافارين كومبليت. هنا لافارين راني غربلتها من هذيك النخاله الغليظه. غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال الزبده ما يعادل 30 غرام، غادي نحتاج معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، معلقه كبيره ديال لاكاسوناد اولا العسل اولا سكر عادي الا بغينا. عندي هنايا تقريبا واحد 30 سنتيلتر ديال الحليب، غادي نشوف واش غادي نحتاجها كامله اولا غادي نحتاج قل منها. عندي بيضه كامله، عندي هنايا ملحه، وهنا عندي 100 غرام ديال الدقيق الابيض. دونك اول حاجه غادي ندير شنو هنا في هاد الدقيق، غادي ندير لاكاسونات، غادي نفرغ عليها الخميره، غادي نخلط الكل جيدا، وغادي نفرغ عليه مقدار تقريبا ديال واحد 10 سنتيلتر ديال الحليب. دونك هنا غادي نخدمو مزيان. باش نحضر منه واحد الخليط ديال التخمير، هذا هو القوام ديالو، يكون بحال هكذايا. واحد الفيلم اليمونتير وغادي نخليه حتى يتضاعف الحجم ديالو. هنا الخليط ديال التخمير عندي واجد. بالنسبه لهنا حتى يوجد لي الخليط ديال التخمير ومن بعد نتلاقاو باش نشوفو شنو غادي ندير. من بعد ما كيختمر ليا هذاك الخليط اللي حضرنا في الاول تيصبح على هذا الشكل هذا، فخليته تقريبا 25 دقيقه لان الجو بارد. دابا هنا في لاكوف عندي لافارين كومبليت ديالي، غادي نضيف عليها باقي المكونات. غادي نضيف الحبه اللي عندي ديال البيض، غادي نزيد عليها معلقه صغيره ديال الملحه، الزبده اللي غادي تكون بدرجه حراره المطبخ اكيد، واخر شيء غادي نضيف هذاك الخليط ديال التخمير، ومن بعد غادي نبدا كنجمع بالحليب. بالنسبه لهاد الكميه خدات ليا بالضبط 300 غرام اولا 30 سنتيلتر ديال الحليب. هنا كنضيف الحليب قبل ما نبدا العجينه، فكنعطي العجينه ديالي الكفايه ديالها ديال السائل وكنحطها كتدلك، هكا كنكون ضامنه انني ما غاديش نفوت ليها السائل اولا غادي تكون ناقصه نبقى كنضيف من بعد. دونك كنعطيها الكفايه ديالها وكنحطها كتدلك.
هذا هو العجين ديالي. من بعد ما تدلك مزيان نعطيه حقه في التليك حتى نحصلوا على هاد لي في الاستيك اللي تيظهر ليكم. فهنا راني زدت المقدار ديال جوج المعالق تقريبا اولا ثلاثه ديال الحليب طبعا اللي يكون دافي باش نحصل على هاد القوام هذا. في هاد المرحله غادي نغطي لاكوف ديالي بواحد البلاستيك غذائي ونخليه حتى يتضاعف الحجم ديالو عاد باش نطلقوه باش نشكلوه. فهاد التخمير هذا المره الثانيه هو اللي تيعطينا هذاك لفي بغيوش الخبيزات ديالنا. من بعد ما كيختمر العجين ديالنا كيصبح على هذا الشكل هذا غادي نشكلوه بالاستعانه بالقليل من الدقيق لتفادي الالتصاق على سطح العمل. فطريقه موضحه في الفيديو كنرشوا شويه ديال الطحين وكنحط العجين ديالي بالشكل اللي موضح وكنبدا كنرش بالقليل من الدقيق فقط رشه خفيفه يعني ما نبالغوش باش هكا ما نشفوش العجينه ديالنا. وغادي نقطعوها على ديال هذيك لا كوبات على 8 الكويرات. انا قطعت على 8 ديال الحصص متساويه لانني بغيت خبيزات شويه كبيبرين. ممكن انكم تقطعوهم حتى على 10 الحصص الا بغيتوا. دونك الطريقه راها موضحه في لا فيديو. كنقطع وكنشكل بيديا كنحضر واحد يعني واحد الكويره هكا بالكف ديال يديا وكندورها مع سطح العمل باش كنحصل على كره اللي ملساء. من بعد ما كنكمل التشكيل ديال الخبيزات ديالي فخديت جوج ليفات وحده درت فيها القليل من الحليب ووحده درت فيها شويه ديال النخاله غليظه. كناخذ الكره ديال العجين كندوزها في الحليب اول شيء وكنولي كندوز لها وجهها في النخاله الغليظه. بالنسبه لهاد النخاله هذه ممكن تستغناو عليها وتعوضوها باي نوع ديال انواع الحبوب الخاصه بالخبز. انا اكتفيت فقط بالنخاله بوغ فيغ لو رابيل بان هاد الخبيزات هادو راهم مصاوبين بدقيق القمح الكامل. بنفس الطريقه غادي نستمر حتى نكمل الكميه اللي عندي كلها. غادي نستفهم في صفيحه ديال الفرن غادي نضغط عليهم واحد الضغطه اللي خفيفه ونغطيهم لمده ديال 10 ديال الدقائق باش يختمروا للمره الثالثه. المره الثالثه ما كياخذوش معنا وقت كثير فقط 10 ديال الدقائق كيكونوا واجدين. ومن بعد غادي ندخلهم للفران اللي يكون مسخن مسبقا حتى يتحمروا ونخرجهم ونطلقاو. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الخبيزات ديال البرجر اللي حضرنا مع بعضياتنا بدقيق القمح الكامل. كيجيو مذهبين اللون ديالهم موحد من الاسفل ومن الاعلى. القوام ديالهم هش وقطني. يستحقوا التجربة ما ترددوش انكم تجربوهم لان قيمتهم الغذائية اكيد اعلى من القيمة الغذائية ديال الخبز اللي محضر بالدقيق الابيض. قوامهم كيف ما شفتوا اسفنجي. كانت هذه هي الفكرة ديال الفيديو ديال اليوم. اتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. خبيزات عندي هنا راه عاد خرجتهم من الفران غادي نغطي عليهم ونخليهم حتى يفقدوا من الحرارة ديالهم ونقدمهم بالصحة والراحة.